وشاطئ النيل، وهو يعني قام بمهمته خير قيام وشق العديد من الشوارع والميادين، منها ميدان التحرير وميدان الأوبرا وميدان العتبة، ميدان مصطفى كامل، ميدان عرابي، ميدان طلعت حرب اللي كان اسمه ميدان سليمان باشا. في عهد الخديوي توفيق بدأت القاهرة تمتد شمالا وجنوبا، كان من ضمن الامتدادات منطقة التوفيقية ونسبت إلى الخديوي توفيق. كان في البداية هذه المنطقة مخصصة لسكنة الجاليات الأجنبية من الإنجليز والفرنسيين وغيرهم، وكانت التجارة في هذه المنطقة قائمة على المعاملات التجارية فيما بينهم، وكان قليل من المصريين اللي بيساهموا في الحركة التجارية في هذه المنطقة. حتى بداية العشرينيات من القرن العشرين الماضي جاء إلى المنطقة تاجر نظارات من الصعيد اسمه الحاج فهمي، تملك قطعة من الأرض متخمة لمنطقة الخديوية التوفيقية والمحصورة ما بين شارع عرابي وشارع طلعت حرب وشارع رمسيس. كان في بركة في المنطقة دي وكثبان رملية، هو ردم البركة وسوى الأرض واستقدم مجموعة من بلدته من الصعيد وصنع لهم سيارات خشبية، وبدأ يحثهم على بيع الخضر والفاكهة في هذا المكان اللي أصبح فيما بعد سوق التوفيقية. التوفيقية بيوجد في المنطقة اللي بتقع بين شارعي سليمان باشا ورمسيس، وهو أشبه بسوق مفتوح على مدار الساعة، وده بيخليه مزار لكتير من الناس اللي بيرتادوا على منطقة وسط البلد، مش بس عشان يشتروا أنواع مختلفة ونادرة من الخضار والفاكهة مش موجودة في الأسواق العادية، ولكن أيضاً عشان يستمتعوا بطريقة العرض المميزة للبضائع. المربع اللي احنا فيه اللي هو التوفيقية هو كان بالكامل كان المثلث من الإسعاف للعتبة لتقاطع الميدان، هنا كان المثلث بالكامل اسمه التوفيقية. انحصر هذا الاسم لصالح اسم عرابي مع بعد ثورة 52. الحقيقة انه هذا المثلث تميز بمعمار بيسمى المعمار البلجيكي، واحتضن الكثير من الأحداث واحتضن الكثير من الأحلام، سواء للخديوي إسماعيل اللي هو لم يهنأ بهذه المنطقة وسميت باسم ابنه الخديوي توفيق، هو كان ابنه غير المفضل الحقيقة، وهو تعاون مع الاحتلال الإنجليزي، أدخل الاحتلال الإنجليزي لمصر، وكان وقف مواجهته القائد المصري أحمد عرابي اللي هو الآن اسمه بيحتل المنطقة بديلا عن الخديوي توفيق. المنطقة دي أنا بحب أتوقف عند حاجة قد تكون لافتة جدا بالنسبة لي، إن أنا بقول إنها بتشهد انتصار أحمد عرابي على الخديوي توفيق بحكم التاريخ. توفيق استعان بالإنجليز وبالسلطان العثماني عشان يقمع ثورة الشعب المصري اللي قادها أحمد عرابي،
ولكن الزمن، التاريخ، الشعب، وقائع الأمور أصدرت حكمها التاريخي ومنحت الاسم، اسم هذا المكان اللي في قلب القاهرة لأحمد عرابي بديلاً عن توفيق. سوق للفاكهة كان له خصوصيته، خصوصيته ان هو بيتعامل في الانواع الراقية من الفواكه، زبونه من الناس الراقية جدا، انه لا تنقطع عنه انواع الفاكهة في الصيف او الشتاء او كده، مش مرتبطة بالموسم، حتى انه احيانا كان بيطلق عليه شعبيا سوق الوحمة، او يعني اي سيدة بتتوحم بتلاقي الطلب بتاعها موجود هنا سواء كان موسم بتاعه او مش موسم او كده. المنطقة إجمالا برضو اتغيرت مرة تانية من أشهر مكان للفاكهة ومن أشهر سوق للفاكهة لسوق لقطع غيار السيارات. قطع غيار السيارات زحفت شوية بشوية لغاية ما أزاحت الفاكهة تماما، يعني نقدر نقول بنسبة أكثر من 80% عن الشارع، وأصبحت هي المسيطرة. تحول المكان لسوق كبير لقطع الغيار بيمتد يمينا وشمالا، بس هو مركزه هنا شارع التوفيقية. وكان بيتم استيراد البضائع من بلاد الشام وعدد من الدول الأفريقية ومن بعض الدول المطلة على المحيط الأطلنطي واللي بتنتج الفواكه الاستوائية. ومن سنوات بيعاني سوق التوفيقية من زحف تجار قطع غيار السيارات، ولسبب ده قلت مساحته كتير، خصوصاً بعد ما ترك كتير من تجار السوق مهنة تجارة الخضار والفاكهة. إنما هذا السوق ووصل في وقت من الأوقات عدد التجار فيه إلى أكثر من 100 تاجر، وأصبح فيه حوالي 500 محل تجاري تخصصت في تجارة الخضر والفواكه، خاصة الفواكه يعني النادرة وأنواع منها، يعني المانجا مثلا منها 45 نوع كانوا بيتوجدوش في مكان غير في سوق التوفيق. مع الخمسينيات والستينيات نزح الأجانب من مصر وتملك المصريون متاجرهم وسكناهم اللي كانت في حي التوفيقية، وأصبح سوق التوفيقية سوق مصري خالص. مع مرور الوقت وبدءا كده من منتصف السبعينيات فصاعدا بدأ النشاط التجاري في السوق يتغير شوية، دخل عديد من تجار قطع غيار السيارات سواء الحديثة أو يعني الجديدة أو المستعملة، واشتروا العديد من الشوارع يعني أو يعني الفرشات اللي كانت في الشوارع اللي كان بيفرش فيها باعة الخضر والفاكهة، وأيضا الكثير من المحلات. فتناقص إلى حد كبير عدد المحلات حاليا، يمكن المتخصصة في بيع الخضر والفواكه لا تتعدى يمكن 20 محل، وعدد التجار يمكن ما يزيدش عن 50 تاجر وبائع، لكن يعني ما يزال التجار المشهور عنهم التجارة في الخضر والفاكهة مصممين على مزاولة نشاطهم اللي ورثوه أبا عن جد، ولم يتنازلوا عن نشاطهم، وما يزال سوق التوفيقية من أشهر أسواق القاهرة في بيع الخضر والفواكه
ومش بس الخضر والفواكه المصرية، في أنواع مستوردة زي الكريز، زي بعض أنواع الفاكهة من الشام اللي ما بتزرعش في مصر. ويعني هيظل سوق التوفيقية علامة من علامات مدينة القاهرة.